صحيح ديالنا طرا لي شي مشكل، مشى مع الطبيب قال لي سير مشي تعد الغنم. بقيت معاهم صافي. جا ذاك الراجل خدم الطوموبيل مشى للقنت، بدا يجمع في الغنم و تيضرب فيها. صافي انا جا ريح، بدا يعير، دخل لدارو بدا عمي عيط لعمي. عمي جا فجا عمي عيط للبوليس. صافي بقى يدوي معاهم. بقى حاضي الغلم، دخلنا معاه تال العشاء وجينا هنا فطرنا. هو مشى عاوتاني رجع عند البوليس باش داوى داك خو داك الراجل. صافي و باش داوى داك الراجل، و انا بقيت هنايا عاد مشينا قلبنا الغلم. درت والو تخلاش و وراه غابه كلشي تيسرح فيها. قبل ما نقول اش قال ولدي او اشنو وقع لولدي، تنقول لا حول ولا قوه الا بالله، لان هذا الشيء اللي عمل هذا الشخص هي ما نقولش جريمه، لا تنقول هذه لا انسانيه. هذا الشيء اللي عمل ما تعملوش شيء انسان. وصراحه ما عمري كنت نتوقع في يوم من الايام انني غنوقف امام الصحافه وغادي نحكي على القصه ديالي او حدث صابني انا. صراحه ما عمري كنت نتوقع. ربما فعلا كنت نتفرج في وسائل الاعلام وتعجبوني فيديوهات وبعد ما تنقول هذا الشيء سبحان الله، ولكن ما عمري كنت نتوقع انني غنتحط انا في 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 هذا الوضع اللي محطوط فيه. علاش؟ على شيء بالنسبه لي ما فهمتوش اشنا هو. علاش هذا السيد قتل لي الغنم؟ ما عرفتش. علاش دار هذا الشيء؟ ما عرفتوش علاش دارو. مع ان هذا الغنم بعيد عليه، وكذلك صراحه عاجز على الشكر ديال هذا السيد اللي صور، وصور بواحد ابداع، يعني واحد تصوير متقن ولاحو في وسائل الاعلام. وتنشكر كذلك الناس ديال الفيسبوك اللي ضامنوا مع هاد معايا او مع الولد. يعني بالنسبه الى تكلمت معكم شي كلام غادي نكون كذبت. علاش؟ لانني اولا ما نعسش بيت من وما مسحرش، والفطور فطرت بسيط من هاد الفاجعه اللي وصلت لي. و باش غادي نمشي نشوفهم الصباح، قلت غادي نعس واحد شويه كانسان عادي، ما موقع لا صحافه ولا وسائل اعلام ولا والو. قلت غادي نعس نرتاح حتى نفيق. وقت ما شفقت وغادي نشوف الكسيبه ديالي اشنو وقع لي فيها. الصباح ملي تنفيق تنشوف وسائل اعلام كل مكان من جاي اشنو وقع. راه الدري او الفيديو اللي وقع او الحدث اللي وقع فيه الولد ديالي راه دار واحد ضجه اعلاميه كبيره. وصراحه تنحمد الله تبارك وتعالى انه وصل لهذا الشيء، هاد الوسائل الاعلام. من قلت ما نقدرش تقريبا الاخ ديالي تيقول لي تقريبا النص، بمعنى النص تنقولوا 30 مع احتراماتي، ولكن ما نقدرش ناكدها. وكذلك السيد داز على الغنم كامله، بمعنى انا تنقولوا 60 كامله راه غادي تطرح، لانها كاين اللي والده وكاين اللي مازال ما والده. والضربه اللي ضرب الغنم راه تكرفس عليها. اما اللي ماتوا هما جوج، اللي كاين تنقولوا كاين اللحمه ديالها تقعدات، وواحد الفحال انا شاريه، يلاه شاريه دابا 3 شهور شاريه 180 الف ريال هرسو وتقعدات ليه واحد الضربه. اذا واش 180؟ ما تنتكلمش على الماديه، تنتكلم على واش انت تشري الفحله باش تاخذ الولد ديالو ويقتلك واحد. اذا راه المشكل بغض النظر على اشنو دار مع في الغنم. راه هادشي كما تنقولوا حنا ماشي مساله الغنم. مع احتراماتي لكم، شنو المتطلبات ديالكم اليوم سي حسن؟ بغيت حقي، ما نقولش اشنا هو ما عرفتوش لا، ولكن بغيت حقي اللي تعطيه القانون، لان اهل القانون
أعلم مني بالدستور وأعلم مني بالمدونات، يعني تنطالب بحقي أنا وتنطالب بالحق ديال الولد ديالي. الولد ديالي اللي الكامل كان تيقفز، وخاصة واحد جوج قفزات راه دارهم قفزات نيت، ولكن مع احتراماتي لكم الصباح مني ناض حاول تبتو وبقيت نضحك معاه باش، ومع ذلك مرة تيدير راسه بحال هكا. ان شاء الله نتمنى يتجاوزها، لان تنقول هو صديقي الصدمه، وبالخصوص شي في الوقت الحادثه راه من الصدمه ما بقاش تحرك، عاد يبكي وبقى بلوكي بحال الجماد صافي تبلوكا. لان سولته قال لي صافي ما عرفتش غندير، تخلعت وبقى جاي وبقيت واقف. يعني هذا كما تنقولوا ما تنتكلمش لانني واقف امام منبر اعلامي، ولكن تنتكلم كاب. ما كاينش شي اب يبغي لولدو هذا الشيء اللي طرا ليه الولد، وخاصه بدون سبب وبالعنصريه، وبان هذا السيد اش بيني وبينه، ما تيعرفني ما تنعرفو، ما كاين لا عداوه بينه، ما تيعرفنيش اصلا ما تيعرفنيش. جميع الناس تيسرحوا في هذاك المكان، يعني ما كاينش اللي تيتكلم لانه ملك عام. واش انت لما مشيتي للجار دابا غتجلس فيها غنمنعك انا؟ ملك عام. يعني احنا عندنا الغابه هنايا اللي انكم دخلتوا لقيتوا الغابه، اذا الغابه لقيتوا فيها السرح، لقيتوا الناس سيرعوا الاغلام، اذا ولدي انا سارح في الغابه ما وصلش لك فين كاين انت. اذا وحتى الفيديو راه شفتوا راه ما دخلش فين كاين السيد، لكن الغنم دخلت النادي. لا سيدي الا مشيتي تما الكلوب اللي شاد هو هي قهوه، اذا الغنم ما دخلش القهوه، والغلم من جيبها الا شفتي الفيديو انا تنتكلم معك بحقائق ماشي باقاويل، بحقائق من جيبها راه جابها من حدا السور، من حدا السور وبقى سايقها حتى ضرب النعجه طاحوا تما. اذا النعجه اصلا فين ماتوا راه ما كانوش تما، راه سايقهم شحال عاد ضربهم ماتوا كما شوف في الفيديو اللي لاحظت السيد في الفيسبوك. شكرا ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.